إذا ما كنت قادما إلى تعز من اتجاه الغرب ولأول مرة بعد الحرب، سترى هنا في حي الحصب في كل زاوية صورة، وخلف كل صورة حكاية، حكاية عنوانها الميليشيا مرت من هنا. الأحياء السكنية الغربية لمدينة تعز، يصفه كثيرون بأنه حنجرة المدينة وشريانها النابض بالحياة، يمتد من جولة وادي القاضي حتى جولة الزنقلة. تحيط به عدد من التلال الاستراتيجية، إضافة إلى اعتباره بيئة صناعية واقتصادية. حصب هذه هي الحنجرة، هي الحلق، هي المريء بالنسبة لتعز، هي المدخل للمدينة الساحلية الغربية والحجرية عموما. أما عن الحوبارك لا نتحدث، لكن هذا هو، قلت لك، هذا هو الحبل الوريد، الحصب تحديدا، لأنه مجمع المدينة الساحلية كلها الخمسة، اللي هي موزع والوازعية والمخا وذباب ومقبنة وجبل حبشي والحجرية عموما صبر وأجزاء من صبر أيضا. فكان هذا مركز الكثافة السكانية والثقل والشريان، حتى مو معظم الورش والكذا. منذ أن اجتاحت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح حي الحصب في 28 من مارس من عام 2015، تغيرت معادلة الحياة اليومية وفرضت على ساكنيه جملة من الإجراءات التعسفية. أول ما نزلوا قالوا من أجل نصر الدين الله. أي دين الله هذا اللي تنصره أنت؟ تقتل الناس نصر لدين الله. طبعا عندهم في الإثنا عشرية أن كلما كثر القتل كلما عجل الله بخروج المهدي، وهذه خرافة. هم يعيشون في دين بيزنطي غارق في الخرافات، ولذلك وصلوا إلى هذه الحالة. والما مارسوا ضدنا أخذوا مقرات الأحزاب، استوطنوها، سكنوا بداخلها، خزنوا أسلحتهم فيها. يعني غلق الشوارع، ضرب المفارس في الحواري، في الأسقاط، أمام بيوت المساكي، أمام بيوت السكان. يصدرون بعد ذلك أوامر ممنوع الخروج، ممنوع الدخول. تضرروا ناس كثير، تضررت الأيدي العاملة، روح من عملك لبيتك، من جاي، من سارح. جالسين بالرصيف والزوط هناك يعني جنب البيوت، وضرب علينا من نجده ومن الجبل. يعني مأساة، معاملة يعني سيئة. يعني شهد الله عليهم بس. لم تقف تلك الإجراءات عند هذا الحد،
بل ذهب بهم الأمر إلى اتباع أساليب قمعية جديدة بعد أن تمركزت قناصتهم في المنشآت الحكومية والتلال المطلة على مربعات الحي. كانوا يقولوا لنا معاكم إلى الظهر، معاكم إلى العصر، لا بد اليوم تخرجوا، لا يعني لن يبقى في هذه الحارة داعشي. وكنا نقول لهم نحن لن نخرج، من أراد أن يخرجنا من بيوتنا فليأتي ويفجرنا بيوتنا، نحن ليس معنا البديل، لا نوجد. وباعتبار أننا كنا في منطقة هي تعتبر منطقة حداد يعني بين المقاومة وبين الميليشيات هذه، فكانوا يريدون أن يسيطروا على بيوتنا حتى يعتلوا المنازل ويضعوا فيها القناصة ويبدأوا بمحاربة المقاومة عن طريق هذه القناصة ومنعهم من التقدم يعني إلى 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 هذه المناطق. ضربوا هنا بالمدرعات بكل أنواع الأسلحة، بصواريخ اللوب، الأربيجي، بكل ما يملكون من قوة. ضربوا البيوت بالدبابات، ضربوا بكل ما يملكون من أسلحة، ضربوا، لم يحترموا شيخ ولا صغير ولا كبير، قتلوا الناس. كان هناك بعض المرة الذي حاول أن يمر أمام الفندق قتلوا ناس كفر، حتى الذي يحاول أن يسعف جريح يقتل. استخدام مكبرات عالية جدا للصوت بسياراتهم في الليل في قريب الفجر، يأتوا ويشغلوا يعني الزوامل المختلفة كذلك، يعني لا أدري ماذا يقولوا على أنها قبل صلاة الفجر مدائح أو كذا. المهم أنهم يزعجونا لا ننام بسبب استخدام هذه المكبرات الصوت، وهي كلها ممارسات وضغوطات حتى نخرج عن منازلنا. بس إنه اللي أرغم نحن نخرج إنه القنص اللي صار، كنا البيوت للطواق يعني ما خلوش أي إنسان يمر، حتى الطاقة يرموا العلم، وبالرغم إنه ظلام بس يرموا، لأنه إيش تهديدات إنكم تفضوا البيت، ما خلوش ولا حد. طبعًا حسب ما بقي بس أي إنسان غير مرة توقع يعني شميرية هي جلسة واحدة. طبعًا كان حتى الطريق لأنه كان المعبر حق الدحي مبند، كانوا يضطروا إنهم يلفوا من حارتنا من الحصيب، فكان مساكن مش دارين إنه الطريق هذه فيه بقنص، كان أي إنسان أي حيوان أي شيء ما قنصنا. هذا اللي هم رغمون إحنا من هذا الشيء نحن نخرج من البيوت. من عانى من استخدام التلفونات في ما بين الوقت والآخر يأتوا إليك ويقول تلفونك ماذا بداخل، وهذا أنا يعني لم أراه في أي مكان، في أي إنه التلفون هذا حق شخصي، تقوله فيها صور خاصة فيها أشياء لا يمكن أطلعك عليها، فلا يتفهمون يقول لك لازم. فإذا وجد حتى لو وجد وهو يريد أن يأخذ هذا التلفون يبحث لك عن أتفه الأسباب عن أي عذر، إذا وجد اسم يقول لك هذا الاسم مع داعشي وأنت تتواصل معه وأنت تعطيه معلومات. الغرض هذا كله مصادرة التلفون، وبعد أن يأخذ التلفون ينتهي هذا الأمر كله. كان من يتحرك القناصون في كل مكان، في كل العمائر، في كل البيوت، يقتلون كل شيء أمامهم، الرجال، النساء، الأطفال، حتى عزكم الله الكلاب. يعني كانوا يتصرفون بهمجية وبحقد، يعني وكأن هذه المنطقة هي التي تواجههم، المنطقة الوحيدة التي تواجههم في اليمن. ضربوا المخازن الماء فوق البيوت حتى لا يشرب الناس، وبذلك أصبحت الحياة صعبة ومستحيلة. الذي ما لا يخرج بالقوة، لم يخرج بالقوة، خرج لأنه لا يوجد إيش وسائل الحياة، من أكل، من ماء، المحلات مغلقة، المياه ضربوا التوانك فمشى الماء كامل، فأصبحت الحياة شبه مستحيلة يعني في منطقة الحصب. منعوا علينا أي حاجة يدخل الحصب، ما حدا قادر إنه لا أكل لا معونة لا غاز ولا حاجة. يعني لو كنت خرجت لجنب الباب ضروري يقنصوا، هذا كان الرعب اللي هم يغصبون إحنا بالغصب إن إحنا نخرج. خرجنا بالليل، نحن خرجنا عمين بالليل من وادي الدحية يعني مشينا يعني الوادي هذا، وخرجنا يعني إلى النقطة
ومشينا على الحجري على طول، ما كناش نجيهن الرصده. انا الرصاص الرشاش يعني بالرأس الجبال. انا خرجنا بالليل الساعه 2 في الليل. خروج الناس من البيوت هذا كان شكل غريب جدا جدا جدا، يعني شيء محزن والله، شيء محزن. عندما كانت الحاره تتدفق نساء اطفال شباب عجز، يعني اشياء ما فيش دبابات من الحصب لبرباشا، ما فيش اي حاجه. اخرج من المكان، اخرج الى الموقف هذا، يعني ارحل ارحل من بيتك واترك ما عليك. طيب انا معي دباب، معي شساق لي دباب، عندي تو تاكسي، شابز العائله، شابز العجوز، شابز الانسان الشيخ هذا، شابز الطفل، ما فيش. يمشي مين الحصب؟ لا دخلت برباشا انت والعائله تنزح، يعني لا ايام لا حول ولا قوه الا بالله. تكالبوا علينا وقالوا لازم ان تخرجوا وتدعوا بيوتكم في هذا اليوم، يعني لدرجة أنه قيادي كبير منهم يقول والله لن يبقى داعشي في هذه الحارة، وبدأوا بإخراج أول البيوت. طبعا رجل ليس لديه في البيت إلا جميع كلهم نساء، ولديه ابنه وحيد لا يوجد غيره، فلما رفض الخروج من بيتي قاموا أخذوا ابنه وهددوا بالقتل. فإذا بأمي وهي مريضة بالسكر والضغط، قامت يعني وأغمي عليها، فاضطر الزوج أن يأخذها ويأخذ أولادي ويخرج، وخرجوا إلى منزل آخر في الحارة، وهم بدعوى أن يسيطروا على هذا المنزل حتى يصعدوا عليه ويبدأوا يعني يريدوا أن يكتشفوا أين قمص المقاومة، من أين ستأتي، وهكذا. تصور أنت يقتحم بيتك على النساء الساعة 3 ليلا من الحصب، تطلب من أفراد الأسرة مغادرة الحصب مهما كان الأمر، واضطر الناس أن ينفذوا الأوامر لأنها تحت تهديد السلاح، تحت تهديد السلاح بالقوة. بقى بعض الناس ترك أمه وترك العجوز حقه على الأساس أنه إيش بيبقى هناك احترام لقضية، لأنه الجانب اليمني أو الشعب اليمني يحترم كثيرا قضية المرأة، لا يمكن أن يتطاول على امرأة ولا يمكن أن يتطاول على عجوز. لكن هم لم يكن في مخيلة الناس أو في مخيلة الساكنين هنا أنه ممكن تصل الهمجية بناس إلى هذا المستوى. فأخرجوا العجاوز، تصور كان البترول منعدم، لا يوجد بترول، فكان الناس يمشي من هنا حتى يصل الضباب من أجل أن يسافر، من أجل أن يخرج من المدينة. لا يوجد بترول، لا يوجد باصات، الناس تمشي على الأقدام. هناك أمراض السكر، هناك أصحاب الضغط، هناك أصحاب العاهات الأمراض المستديمة، هناك يعني ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني لم يتركوا لأحد من هذه الفئات التي تجرب الأعمال اللا إنسانية ضدها، كل مواثيق الأمم المتحدة، كل مواثيق السماء، لم يتركوا لأحد حاله في هذه المنطقة. أخرجوا الناس، مشوهم رجل من هنا، هناك أسر، هناك نساء، مشى للضباب من أجل أن تصل إلى المناطق ريف تعز. أكمل الإنقلابيون خطتهم وبدت الأحياء فارغة من السكان. سيطروا على هذه المباني ووضعوا فوقها معداتهم العسكرية. هذا الأمر جعل من هذه المباني عرضة للقصف من قبل طيران التحالف العربي. هذا المنزل كان مكوناً من 4 طوابق، حولته الميليشيا إلى أكوام من الركام. دلفنا نراقب تفاصيله الداخلية. مفردات حياة بكل تفاصيلها، أدوات بيت بدت كبقايا قطع متناثرة في جميع الزوايا.
ولم يبق سوى تلك الصورة البريئة على جدار إحدى الغرف تراقب تفاصيل دمار وخراب بدد كل أحلامها. ذهبنا للبحث في المكان عن مكمن الألم حيث الدار وأهل الدار. الحوتة هنا داخل كلها ومروا بالطائرة والحوتة يعني كانوا يرموا من هنا. أتلاقوا احنا مع يعني خارجين من المجتمع مع بل العيال لما جاءوا خلاص العيال الله ربوا بالإسلام بعد العيال الحارس الله ربوا له معافيش لأنه ضارب يعني حصل ما دخلوش على سهل أقول له يعني حصل ضرب. على بعد 200 متر من هذا المكان كان الحاج علي مهيوب القدسي ينتظرنا مع قصة بدت لنا من عنوانها بأنها أعظم جرما من سابقتها. جنب بيتنا كان أربعة متاريس متراسينا ومتراس في الجهادية ومتراس في الجهادية أربعة متاريس في جنب البيت والناس ما يجي مش عاد يخرجوا الباب نادرا وضايقين من الخارجات من الدخلات وحد يدخل إلا برخصة هذا الحال ضيقوا على الناس وضيقوا علينا. كان واحد من الجيران يعني شرف على البيت كذا في ظل الابواب وشوف لنا ما خلونا الناس عاد يدخل فبلغونا احنا قال انه ما خلوش الرجال يدخل يتفرق الابواب ويتفرق هنا هنا برضه منعونا ايضا يتم يدخل منعونا قالوا منع دخول ودخلوهم طلعوا كنا السطوح ودخلوا البيت واشتغلوا هالشغل يعني ما شاء الله. وبعد ذلك يعني بعد يومين ثلاث سمعنا ان الطائره ضربت المنزل. وقع الكارثة أشد إيلاماً، انهار جزء كبير من المنزل وتناثرت محتوياته. نهب منها الكثير وما تبقى أصبح في حكم المعدم. دمر كامل وراحت كل الآثار اللي داخله ما بقاش حاجة علي نهيب نهيب واللي طاروا من الضربة طاروا إلى وانت قد تشوف الخراب كما تشوفه يعني ليس الخبر كالعيان وهذا ممكن تشاهده يعني باقي البيت إلا كله مدمر تدمير كامل كان كبير. بنبرات الحزن دلف يبحث عن كتبه وأوراق ذكرياته بين الركام بمشهد جمع في ثناياه كل معاني الحرقة والألم. كان واقع صدمة علي على الوالد على هذا طبعاً الوالد تأهد وإنما أسأل الله أن أعوذ عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منه إنا إلى ربنا راغبون.